أسعد الله مساكم بالخير والبركات مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى الحلقة السابعة من ليالي بلقيس. أنا أفنان تركان معكم في ليالي الشهر الفضيل ما بين المعلومة والترفيه والثقافة، طبعاً الجوائز لكم يا من تتصلون من خلف الشاشات وكذلك لجمهوري هنا في الاستوديو واللي ينورونا كل يوم. ويلا نبدأ هذه الليلة البلقيسية الممتعة. مرحبا بكم مرة أخرى، ولا يفوتنا نذكركم تتصلوا علينا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ونذكركم كمان تجربوا حظكم في بث الفيسبوك وفي صفحاتنا على يوتيوب وإنستغرام. كالعادة نبدأ بسؤال الفيسبوك لهذه الحلقة، والذي يقول: أين تقع محمية حوف؟ أين تقع محمية حوف؟ 1 المهرة، 2 إب، 3 الحديدة. إذن أكرر السؤال، سؤال الفيسبوك يقول: أين تقع محمية حوف؟ 1 المهرة، 2 إب، 3 الحديدة. وزي ما اتفقنا الجواب يكون برقم الإجابة فقط من غير أي إضافات. من الآن أقول ألف مبروك للفائز اللي بيعلن اسمه في نهاية هذه الحلقة. نخليش المتصلين ينتظروا أكثر ونبدأ نستقبل اتصالاتنا ونقول ألو مرحبا. أيوة. مساء الخير. مساء الخير. أيوة ما. أهلا وسهلا. نسمعك يا أستاذ. أنا أسمعك كمان. أيوة يا أستاذ. وأنا بنسمعك. يلا اسمك والمحافظة اللي اتصل منها. أنا من صنعاء. أهلا وسهلا فيك وبكل أهالي صنعاء. اسمك ايش؟ ها؟ اسمك؟ عبد الله صالح حسن. اهلا وسهلا يا عبد الله، اهلا وسهلا عبد الله. حسن الخياري. يلا اهلا وسهلا يا عبد الله. الخياري. ما بتخليني اتكلم؟ ايوه. تعبتوه. طيب معك الارقام من 1 ل 15 لانك المتصل الاول، كل الارقام لك تختار منها واحد. اهو. انت تسمعني من التلفزيون عشان كذا صوتي وصلك متاخر. بنسمعك. طيب طفي صوت التلفزيون وكلمني من التلفون. يلا رقم واحد. رقم واحد. يلا يلا اول متصل ياخذ رقم واحد. يلا يلا سؤالك يقول، سؤالك مرة سهل والسؤال أصلا إجابته فوزة السؤال: أين تقع مديرية غيل باوزير؟ الخيارات: 1 حضرموت، 2 أبيان، 3 المحويد. أين تقع محمية مديرية غيل باوزير؟ حضرموت، أبيان أو المحويد؟ مساعدة يا أستاذة. عبد الله. أيوة ركز. أيوة معي. باوزير هذه بداية الأسماء، هذه با رقم. باوزير. باوزير. أيوة. أين تقع؟ أين تقع؟ باوزير رقم واحد. رقم واحد. إذن غير باوزير تقع في حضرموت. أيوة كذا أكون واضح. إجابة صحيحة وألف مبروك عليك يا عبد الله. أنت المتصل الأول والمحظوظ الأول والبحث معنا 50,000 ريال. ألف مبروك عليك يا عبد الله. قل ألو كمان مرحبا. الو. وعليكم السلام. صوتك ليش بعيد؟ صوتك ليش بعيد؟ قرب قرب. الو مرحبا. ناويين اليوم يزعلوني من بداية الحلقة. اسمك؟ المحافظة اللي اتصل منها. الو. مساء الخير. الو. يعني لازم تفتح الان ولا ببند؟ لازم تجاوب. المشكله اني اسمعه يتكلم. الو انت معنا ولا لا؟ ايوه شكلك مستغني عن الجائزه. الو. ايوه معاش. انت معي الان محمد. ايوه يا محمد من فين تكلمني؟ من الضالع مريش. اهلا وسهلا فيك، علي صوتك، صوتك يجي من بعيد قوي. من الضالع مريش.
تمام يلا معك الأرقام من 1 أو من 2 إلى 15. رقم 7. رقم 7 يلا. نشوف سؤالك إيش يقول. سؤالك يقول: متى تم اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي؟ في أي عام؟ هل في عام 1986 أم في 1992 1977؟ مين اللي يجاوب؟ يا تجاوب أنت يا أصحابك، كل أصواتكم توصل. 77 ونثبت على 77. وفعلا إجابة صحيحة، ألف مبروك عليك يا محمد، ربحت معنا 50,000 ريال. والجمهور كمان كان صاحي وجاوب إجابة صحيحة. نقول ألو كمان. مساء الخير. مساء الخير. ألو. 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 أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من معي؟ على أحمد سعيد. علاء من فين تكلمنا؟ من سعيد. أهلا وسهلا فيك يا علاء. علاء كم مرة اتصلت حتى توصل لنا؟ والله هي المحاولة العاشرة. من متى؟ من 10 بدأ يتصل؟ من العام، من السنة الأولى وأنا أحاول. يلا وهذه السنة مسكت معك، السنة الماضية ما مسكتش خالص معك؟ السنة الأولى وأنا أحاول. يلا خلاص توفقت هذه السنة ووصلت لعندنا والحمد لله على سلامة الوصول. الآن معك الأرقام من 1 إلى 15، اختار الرقم اللي تشتريه ما عدا 1 و7. رقم 5. حلو إنه ما يأسش. رقم 5 يلا. رقم 5. يلا يا علاء سؤالك سهل جدا برضه. والله اليوم الأسئلة سهلة. سؤالك يقول: اسم من أسماء مدينة صنعاء. 1 آزال، 2 الطويلة، 3 القلعة. ايش السؤال؟ اسم من اسماء مدينة صنعاء يا علاء. 1 هل هو آزال، 2 الطويلة، 3 القلعة. ممكن تساعد الجمهور. يلا ساعدوك. نسبة إلى بن سام بن نوح. ما هو الاسم الذي في الفراغ؟ لا سمحت أن تعيد السؤال. أعيد السؤال وبعيد لك كمان الخيارات. اسم من أسماء مدينة صنعاء، هل هو آزال ولا الطويلة ولا القلعة؟ آزال. آزال. من اللي جاوب بدالك؟ صوته وصل لعندنا. واحد من أصحابي. واحد من أصحابك؟ طيب لو الإجابة صح بتعطي له الجائزة ولا الجائزة حقك هي؟ والله نقصينا سوا. والله والله انك كريم، والله انك نفسك طيبه. يلا ونثبت على ازال، هي فعلا اجابه صحيحه. الف مبروك عليك وعلى صاحبك كمان. الف مبروك. وكمان نقول الو مرحبا. وشكرا لك وشكرا لاتصالك وكمان لصبرك. الو مرحبا. مساء الخير. احنا نخليهم ينتظروا يعاقبونا يخلونا ننتظر. الو. الو مرحبا. مساء الخير. برجع بسحب عليكم. نور. اهلا وسهلا، فينك من اول اصيح لك؟ لا نقصد. اهلا وسهلا، ايش اسمك؟ محمد عبد الله صالح. من فين تكلمني يا محمد؟ من سعيد. يلا محمد معك الأرقام أمامك، اختار الرقم اللي تشتري. فقد أصحاب الفيسبوك. رقم كم؟ رقم 3. سابع. رقم 3. 3 يلا 3. سؤالك يقول: قائد عسكري قدم من العراق واشترك في ثورة 1948 وأعدم فيها، هل هو عبد الله الثلاية ولا الفضيل الورسلاني، الفضيل الورسلاني أو جمال جميل؟
جمال جميل. كمال جميل، ونثبت المعلومة ونثبت الإجابة وهي فعلا إجابة صحيحة. فعلا جمال جميل ضابط وقائد عسكري عراقي شارك في ثورة الدستور اليمنية 1948. انت جاوبت يعني عارف المعلومات كلها، ما تشيش تسمع المعلومات كلها. ألف مبروك عليك. طيب ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. ألو مرحبا. مساء الخير. مساء الخير. أيوة. ألو مرحبا. إيش المشكلة؟ موجودين يعني؟ تمام. ألو مرحبا. مساء الخير. أنا أعتقد أكبر مشكلة إنه الناس ينتظروني على التلفزيون، لما تتصل اجلس بالتلفون. مساء الخير، وآخر فرصة. طيب نروح فاصل قصير ونرجع. حيث الإنسان في موسمه الخامس، جوائز قيمة بواقع 1.5 مليون ريال يومياً لأول مرة، 3 جوائز أسبوعياً لمستخدمي لغة الإشارة، 1,000,000 ريال أسبوعياً لأفضل مشروع من المواسم السابقة عبر تصويتكم. تابعونا وشاركوا معنا عبر الاتصال المباشر ومن خلال منصاتنا على يوتيوب وعلى فيسبوك يومياً في رمضان، حيث الإنسان يأتيكم على شاشة بلقيس عند 9 مساء. يا هلا فيكم من جديد، ونرجع الآن للطلاب في الاستوديو وفقرة الاستوديو. ناخذ القرعة الإلكترونية نشوف من بيطلع معنا اليوم. أربعة. أربعة. نسيتي رقمك. وسبعة. أوه الله الله، إيش ذي الحلاوة البنات اللي زينوا الاستوديو. الحقيقة أنا مرتاحة، ضميري مرتاح وقلبي مرتاح وسعيدة جدا. مستعدات؟ طب نتعرف عليكم. أنا اسمي ليلى مارح، سنة ثالثة إعلام في جامعة أيدن. خلاص موفقة إن شاء الله، يعني بعد سنة إن شاء الله بنلاقيكي بيننا إن شاء الله. منافس انتبهوا مني. إن شاء الله لو سهلة فيكي، وإحنا نحب المنافسة الشريفة على عيننا ورأسنا. ليلى و حياة علي الأفندي. أهلا وسهلا حياة. إن شاء الله أدخل الجامعة. إيش بتدخلي من تخصص؟ إن شاء الله طب. طب إن شاء الله. الله يوفقك. متأكدة من خيارك؟ إن شاء الله أكيد. بدفع من أهلك ولا اختيارك لوحدك؟ لا اختياري. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وتوصلي لمرادك. يلا نبدأ مسابقتنا. السؤال الأول يقول: أكمل الفراغ التالي، وهو اللي ما يعرف الصقر يشويه. يشويه فعلاً، يحسبه دقيقة. إجابة صحيحة، النقطة لك يا ليلى. كم عدد ألوان الطيف؟ 7. 7 إجابة صحيحة. الطائر المرسوم على علم دولة مصر هو الصقر. إجابة غلط، راحت النقطة لحياة وهي النسر فعلاً. الشهر الوحيد المذكور باسمه في القرآن الكريم هو رمضان. رمضان إجابة صحيحة. الهضبة السورية التي تحتلها إسرائيل هي هضبة الجولان. الجولان وإجابة صحيحة، ومع ذلك حياة فازت ب3 نقاط. بينكم بس فقط نقطة واحدة. ألف مبروك عليك يا حياة، ربحت 100 دولار ومعوضة يا ليلى. نروح فاصل قصير ونرجع.
أرحب بكم مرة ثانية. هنا كمال، كمال عبد القادر يقول أنا موجود يا أستاذة أفنان. أهلا وسهلا، بس كتب رقم الإجابة الصحيح عشان تدخل في القرعة. نرجع لاتصالاتنا ونقول ألو، لا تتعبوني، على طول جاوبوا. ألو مرحبا، مساء الخير. أيوة ألو، أهلا وسهلا. ألو مساء النور. مساء النور، مساء الخير، مساء الفل. من معي؟ أيوة أيوة معاك مساء الخير. اسمك؟ أنا اسمي حسان. حسان أهلا وسهلا يا حسان، ومن فين متصل لنا؟ حسان مغاوط من محافظة حجة. من محافظة حجة، أهلا وسهلا فيكم كل أهالي حجة. حسان ليش صوتك بعيد؟ شبكة ضعيفة. شبكة ضعيفة؟ يلا قبل ما ينقطع الاتصال علينا أعطي لك الأرقام واختار الرقم اللي تشتي. حسان قرب، يعني قرب من التلفون كثير، مش قادرة أسمعك. إيش من رقم تشتي؟ رقم ستة. رقم ستة. رقم ستة، ونشوف في رقم ستة إيش مخبي لك. هذه القهوة ما حد يشتيها اليوم. سؤالك يقول، ركز معي يا حسان كثير، متى تم صك عملة الريال الجمهوري في اليمن الشمالي؟ الريال الفضي الجمهوري متى تم صكوه في اليمن الشمالي؟ الخيارات 1954، 1948، 1963. طبعا هو بعد الثورة بسنة، بعد ثورة سبتمبر. الخيار الثالث. الخيار الثالث، نثبت لك الخيار الثالث. ايوه وهي إجابة صحيحة فعلا. ألف مبروك عليك يا حسان. الله يبارك فيكم. ألف مبروك يا حسان. قبل ما تروح قول لنا كيف الصيام عندكم، كيف الجو عندكم في حجة؟ رحت يا حسان؟ حسان تمام في هذه الأيام والله. يلا ربنا يسهل عليكم. يلا ألف مبروك عليك. الجنة إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. ماشي وش تكلموا أني أغصبهم كأني صح. ناخذ كمان اتصال. ألا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. من معي؟ هشام عمار مصادة. أهلا وسهلا فيك يا هشام، فين تكلمنا؟ مصادة صادة. من؟ من صعدة. صعدة أهلا وسهلا فيكم كل أهالي صعدة. ليش اتصالاتكم قليل من صعدة؟ والله ما ندري كيف. طيب اسمك مرة ثانية؟ ها؟ اسمك مرة ثانية؟ هشام. هشام عمار. أهلا وسهلا يا هشام. هشام أنت عارف نظام البرنامج، معك أرقام تختار الرقم اللي تشتي. إذا صوتك بعدين استمر حلو بنتكلم معك. يلا اختار الرقم اللي تشتي. إذن كم الأرقام؟ معك 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 9. يلا 9. يلا بسم الله. قلت لكم زعلاني من هذه الجهة، ما حد يشتيها، ما حد داري يمكن الخير هناك إن شاء الله. مبروك، لقد فزت بخمسين ألف ريال من غير أي سؤال يا حسان. يا هشام شكراً شكراً شكراً. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. طيب قبل ما تروح أش أسألك، إيش تخصصه؟ إيش دارس أنت؟ إيش موظف؟ طالب؟ إيش تعمل؟ طالب. طالب لازم طالب. طالب إيش تدرس؟ أيش تدرس؟ تدرس إيش؟ أنا لسه طالب الثانوية. موفق إن شاء الله، ألف مبروك عليك. الله يجزاكم خير بارك فيكم. يلا الله معك. الله معكم. كمان نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. أهلا.
معك باسم عبد الحافظ. اهلا وسهلا يا باسم، من فين تكلمنا؟ من عدن. اهلا وسهلا، قد افتهمني من البدايه. كيف حالك يا باسم؟ والله تمام الحمد لله. كيف الجو عندكم اليوم؟ والله تمام. تعز قالوا امطار، هل وصلتكم الامطار ولا لا عندكم؟ ايوه في كمان امطار في خرم اكثر. الناس مكانهم لما ينزل المطر في عدن يخرجوا كلهم الشارع؟ ايوه يخرجوا الساحل بالذات الصباح. ان شاء الله الله يبرد عليكم. يلا معك الارقام في الشاشه، اختار الرقم اللي تشتيه. الرقم 15 من الجهه اللي قلتي يمكن فيها خير. تمام يلا شكلك متابع، بنساعدك حتى لو ايش، حتى لو ما في بيش خير في بخير. يلا 15. ومره سهل السؤال، من هو مؤسس علم الاجتماع؟ واحد الفارابي، اثنين ابن خلدون، ثلاثة ابن حزم. ما شاء الله معي واحد في الاستوديو يجاوب على كل الأسئلة. رقم اثنين. رقم اثنين، كيف عرفته؟ كيف عرفته؟ من الجماعة جزاهم الله خير. حتى ما طلبتش مساعدتهم، يقدموا مساعدة من نفسهم. طيب ألف مبروك عليك، ربحت 50,000 ريال بفضلكم طبعا، أشكركم بداله. يلا شكرا لك. العفو. كمان نقول ألو، فين اليوم البنات ليش ما يتصلوش؟ ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا، من معي؟ كيف الحال؟ الحمد لله بخير، صرنا أحسن كمان لما سمعنا صوتك، أنت كيف حالك؟ إيش؟ اتصلت تسلم بس وتمشي؟ خليني أقول من الصباح إني بخير. ألو؟ ألو مرحبا. أيوة قوي تعبانة الشبكة. ألو مرحبا. ولا مساكن تشوف كم اتصلوا؟ أرحمهم. ألو مرحبا. ألو. برجع أسحب عليك. طب ألو. أحسن لك ارجع، بيقفلوا عليك. لحسن حظك. بيكون من حسن حظك ترجع. خلاص. طيب ايش رايكم نروح القرعه؟ ايوه كذا ريحني. ايش رايكم نروح القرعه نشوف الفائز بسؤالي امس في اليوتيوب والانستغرام؟ يلا نبدا باليوتيوب. الفائز بسؤال اليوتيوب لحلقه امس واحمد حميد، الف مبروك عليك يا احمد حميد، فوز ب 50,000 ريال معنا. الفائز بسؤال الانستغرام اللي حلقة أمس هو MLLT41، هذا الفائز أيضا صاحب هذا الحساب، فألف مبروك عليكما. الآن نروح فاصل قصير ونرجع نتابع. شهادات تاريخية حية عن ماضي اليمن وحاضره، أسرار تروى لأول مرة بلسان أشخاص عاشوا أحداثه وكانوا جزءاً منها. برنامج الشاهد، تفاصيل تظهر للعلن لأول مرة عن أبرز الأحداث التي عاشها اليمنيون وصراع النخب السياسية شمالاً وجنوباً، عقود من الصراعات والانقلابات الدامية التي شهدتها اليمن لأكثر من نصف قرن، شهادات موثقة وتجارب ملهمة عاشتها شخصيات الجزء الثالث من برنامج الشاهد الذي يحاول أن يقدم توثيقاً للذاكرة اليمنية، يأتيكم يومياً خلال شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية. مشاهدينا
مشاهدينا الكرام، يعني طالما الشبكة كذا مش كويسة فحاولوا تجاوبوا كمان على الفيسبوك في البث المباشر، حطوا إجابة الرقم أو رقم الإجابة الصحيحة لسؤال أين تقع محمية حوف؟ هل في المهرة أو في إب أو في الحديدة؟ منتظر أشوف جواباتكم، ممكن بعد في نهاية الحلقة كمان بنشوف من الفائز. طيب نرجع للجمهور هنا ونرجع للقرعة الإلكترونية، نشوف من بيطلع معنا دحين. لو طلع اللي جاوب على كل الأسئلة كيف بتسووه؟ رقم 8. مرة ثانية. رقم 1. أصحاب ولا شيء؟ أصحاب صح؟ أصحاب ولا أخوان؟ أصحاب. يلا المنافسة بين الأصحاب هي أفضل، صفقوا لهم عادي أصحابكم. الواحد لما يفرح بصاحبه ما يحتاجش إذن يصفق له ويحتفي به. يعني بالاختصار الفائز واحد. اللي بتقاسموها يعني؟ لا الفائز واحد يعني مش مشكلة. لا إلا بالفلوس في مشكلة. إن شاء الله. طيب يلا أتعرف عليك؟ محمد حرمل، محافظة دمر، أدرس سنة لغة تحضيرية. تحضيرية إيش من لغة؟ تركي ولا إنجليزي؟ إنجليزي. إنجليزي موفق، ليش اخترت الإنجليزي؟ لأنها الشغف. صدق تحب الإنجليزي من زمان؟ إيه. ممتاز جدا، وأنا أشجعك لأنه هي اللغة الأم، هي اللغة رقم واحد في العالم. بالضبط. أشجعك وأشجع كالعادة أي طالب ناوي يدخل يتخصص في أي تخصص إذا قادر يدرس بالإنجليزي فهو الخيار الصحيح. طيب محمد و عبد الواقدي. أهلا وسهلا بعبدو. من محافظة ريما. عبد الولي. الواقدي. الواقدي. عبدو يعني اسمك. أيوة اسمك. عبدو أهلا وسهلا يا عبدو. من محافظة ريما. أهلا وسهلا. درست كلية الإعلام جامعة صنعاء وحاليا بحضر لغة. تحضر لغة. إنجليزي. إنجليزي موفق. عادة كمان لو تخصص كمان في إنجليزي إعلام بيكون ممتاز. والله إن شاء الله. إن شاء الله وأنت زميلنا تعتبر. يلا محمد وعبدو سعدين. السؤال الأول شفت الورقة؟ لا. كويس. السؤال الأول يقول يا معزية بعد شهرين يا مجددة. كل الأحزان. كل الأحزان إجابة صحيحة. في أي سورة وردت قصة يأجوج ومأجوج؟ الكهف. الكهف إجابة صحيحة. من هو النبي الذي كان يكفل مريم بنت عمران؟ سليمة. زكريا. مين؟ زكريا. زكريا إجابة صحيحة. ما هو الاسم الذي تعرف به هيئة الإذاعة البريطانية الاختصار حقه بالإنجليزي؟ بي بي سي. بي بي سي إجابة صحيحة. هم جاوبوا. كم عدد الدول العربية؟ جاوبوا إنه 5 4 3 6 6 للأسف إجابة غلط ويأخذ مباشرة الجائزة ويأخذ النقطة أيضا. محمد ألف مبروك عليك يا محمد، ربحت 100 دولار. طبعا هي 22 دولة. فين وديت البقية لو عديتهم؟ عد لي أكثر من 6 قرب. أيوة ليش؟ طيب تتفوز بالعاني يعني؟ خلاص هو فوز بإرادته على قولته. ألف مبروك عليك، كمان ألف مبروك على النفسية حقك والرعة الطيبة هذه. طيب نروح فاصل قصير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم للمرة الثالثة والرابعة والخامسة كمان. هنا عبد الرحمن الثوجاني يقول ليش يا أستاذة أفنان مسك الخط معي ما يجاوب؟ كيف يعني قبل أمس كيف مسك وما جاوب؟ يمكن زحمة الاتصالات مش عارفة مسك وما جاوب. طيب نقول ألو مرحبا. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا، من معي؟ هاي أنا عبد الله محمد عبد. من فين تكلمني يا عبد الله؟ أنس عبد الله محمد عبد. أنس. أيوة أنت تتكلم بوضوح عشان أعرف إيش اسمك. تكلموا بلغفكم حاجة أنا ما فهمكمش. أنس عبد الله محمد عبد. خلاص دحين اتفقنا على اسمك أنس. من فين تصل لنا؟ من تعز جبل هلفه. أهلا وسهلا فيك. إيش مستواك التعليمي يا أنس؟ أنا بدرس محاسبة.
تدرس محاسبة، طالب في الجامعة يعني؟ ايوه بالجامعة. موفق ان شاء الله يا انس، ومعك الارقام امامك، اختار الرقم اللي تشتيه. رقم 4. رقم 4 يلا. أنا سؤالك يقول: لو تتابع الأخبار سؤالك أكيد بتعرف تجاوبه. سؤالك يقول: أين تقع جبال البلق؟ هل في الجوف أو مأرب أو إب؟ أين تقع جبال البلق؟ ساعدة من الجمهور. هي سلسلة جبلية تقع في محافظة مأرب. طبعا جمهوري يمكن يخطئ. إجابة صحيحة، وألف مبروك عليك يا أنس، روحت معنا 50,000 ريال. شكرا لكم يا شباب. شكرا لك. كمان ناخذ اتصال آخر، نقول مساء الخير. سمعت صوتي من التلفزيون حقهم. مساء النور. أهلا وسهلا، من معي؟ معك مروة جعفر. أهلا وسهلا. محمد عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا مروة، أنا من بداية الحلقة مراعية الوحدة تتصلي ولا واحدة منكم اتصلتي؟ دحين أنت وصلتي. أهلا وسهلا فيك. هلا، أهلا فيك. من فين تكلمينا؟ من عدن. أهلا وسهلا فيك يا مروة، أنت تسمعيني من التلفزيون ولا من التلفون؟ لا أسمعك من التلفون. ليش صوتي قايلة عندي صدى؟ يلا معليش مروة، معك الأرقام في الشاشة، اختاري الرقم اللي تشتيه. طيب أختار رقم 10. رقم 10. أيوة. دائما بين البنات وعيال البنات صوتهم واضح، ليش؟ إيه؟ رقم 10 يلا. أيوة. يلا. أنا جالسة أمدح البنات يا مروة. بس أنتِ ركزي بالمسابقة، تركزي في المدح دحين، بعدين ترجعي تطيري المعلومة. سؤالك يقول: ما هي اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا؟ هذه معلومة لنا كلنا جديدة يبدو. طيب. واحد. التنس. اثنين. الجولف. ثلاثة. كرة السلة. كرة السلة. يلا ونثبت لك. إجابة صحيحة يا مروة، ألف مبروك عليك، ربحتي معنا 50,000 ريال. الله يبارك فيك. طيب بالله عليك قولي لي كيف عرفتي على طول الإجابة؟ لأني أتابع واصل للرياضة. يا سلام، قليل البنات اللي يتابعوا الرياضة لكن ما شاء الله عليهم. ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك. ألف مبروك عليك. يلا ونقول ألو كمان. تتفقوا معي أن البنات مش متعبات بالاتصالات؟ ما تتفقيش؟ صح؟ بس ليش ليش لكن ليش؟ أنا أشتي أوصل معلومة، ما يتصلوا بالأقفام حاجة ما عاد أفهمش أنا، لا هم يفهموني ولا أنا أفهمهم. هلا مرحبا. هلو. أهلا وسهلا. أيوة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. من معي؟ صح 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 صح، سمعني صوتك، ايش اسمك؟ منير. من فين تكلمنا؟ منير بس عبد الله من تعز. من تعز، اهلا وسهلا فيك يا منير، صوتك ليش بعيد؟ التغطية ضعيف. التغطية ضعيف، يلا وانتم ارموها على التغطية. يلا معك الأرقام من 1 ل 15، اختار الرقم اللي تشتيه. أو من 1 ل 14. الشاشة قدامك ولا لا؟ أيوة. رقم 13. 13 يلا. سؤالك يقول: من هو مؤلف كتاب الأغاني؟ على طول الرقم والله، وضبطت حتى وما فيش خيارات، ضبطت إجابتك. الخيار الأول يقول الأصفهاني، الخيار الثاني يقول المقالح، الخيار الثالث الهمداني. كتاب الأغاني. أنت مشيها على القافية. كتاب الأغاني.
رقم واحد الأصفهاني ونشوف إذا إجابة صحيحة. وألف مبروك عليك. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. شكرا 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 لك. أنت كمان نقول ألا مرحبا. مساء الخير. يا هلا. ألو ألو مساء الخير. ألو يا مرحبا يا هلا. مساء الأنوار. شهر كريم. نحن هنا، أين أنتم؟ موجودين موجودين، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. طالما موجودين ليش ما تردش علي؟ أهلا وسهلا، عاش من سمع صوتكم. من معي؟ الشبكة يا الشبكة والله. أيوة والله دارية اليوم في مشاكل بالشبكة غير كل الحلقات. أنا دارية والله، الله يعينكم. طيب إيش اسمك؟ من فين تكلمنا؟ محمد عبد الله من صنعاء. محمد. أيوة. أهلا وسهلا فيك يا محمد. معك الأرقام في الشاشة، لو أنت شايفها اختر الرقم اللي تشتيه. إن شاء الله 12. يلا 12. سؤالك سؤال؟ ما فيش سؤال يا محمد. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال من غير سؤال. حظك بالعادة حلو كذا محمد. خلاص مش تكلموا معي، زعلانين مني. أي والله يحفظك. يلا مع السلامة. الله معك. يلا تقول الإجابة في وقت غلط. وناخذ اتصال كمان. ألا مرحبا. أهلا وسهلا. مها عبد القادر. مين؟ مها عبد القادر. أهلا وسهلا فيك يا مها، من فين تكلمينا؟ من الراهدة. أهلا وسهلا فيك من تعز، كنت عارفة قلبك حس. يلا مها، معك الأرقام من 1 لـ15، اختاري الرقم اللي تشتي. رقم واحد. رقم واحد قد اختاروه. أنت ما أمامك شاشة؟ أيش اللي ما اختاروش؟ رقم خمسة خمسة. أيوة. لا لا اسمعيني بقول لك، معك 11 و14 و8 و2. 11. أيوة. يلا سؤالك يقول يا مها. أيوة. الله، سؤالك يقول: من القائل إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ هذا يرفعها دائما الثوار في كل ثوراتهم. هل هي الخنساء؟ 2 بدر شاكر السياب؟ 3 أبو القاسم الشابي؟ الشعب الاختيار رقم 3. الحياة. إجابة 3. إجابة أيوة. صحيحة، وفعلا هو أبو القاسم الشابي. ألف مبروك عليك يا مها، ربحتي معنا 50,000 ريال. شكرا. شكرا لك كمان. قول ألو مرحبا. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. النور. أهلا وسهلا، من معي؟ أهلين. الله يحييك. محمد عبد الرحمن. من فين تكلمني يا محمد؟ من تعز. هذه أول مشاركة لك يا؟ أيوه أول مشاركة، بس قد لي أحاول سنتين. محاولات إيش؟ قد لي يعني العام الماضي أحاول. الحمد لله أنك وصلت هذا العام، ما توفقتش العام الماضي لكن توفقت هذا العام. الحمد لله. يلا معك الأرقام أمامك، رقمين فقط تختار من بينهم. هما عندنا مطار ما أشياك مشتغل أشياك. إيش دخل المطار؟ عندنا مطار أشياك مشتغلش. الشاشة ما اشتغلتش. طيب أنا بقول لك الأرقام معليش. معك 2, 8, و14، وإن شاء الله تكون أمطار خير. سمعت الأرقام؟ 14. يلا إن شاء الله تكون أمطار خير على تعز وعدن، على أي منطقة كمان ينزل فيها مطر. 14 يا شباب. 14 يقول: عاصمة سلطنة عمان؟ مسقط. يا سلام عليك، عاد احنا ما طلعناش الخيارات. يا سلام عليك.
يا سلام عليك، هي فعلا سهلة، بس كمان يعني الواحد أحيانا لما يطلع الهواء يتلخبط. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. الله يبارك. طيب كم باقي معنا أرقام؟ معنا رقمين أيضا واتصالين إن شاء الله، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. مساء الفل. أهلا وسهلا محمد علي صالح. من فين تكلمني يا محمد؟ من الضال عمري. يلا ارفع صوتك عشان اسمعك تمام. محمد معك رقمين فقط في الشاشة، اختار بينهم. 14. عدم اختاروها قبل شوي 14. معك 8 و2 فقط. 8. يلا قدم قولوا جاوب قبل ما يطلع السؤال. سؤالك يقول: ملك سبائي شهير ذكر في نقش النصر في مأرب هو علي بن الصليحي، كرب إيل وتر، عامر بن عبد الوهاب. يا سلام على الجمهور معي اليوم، كل الإجابات عندهم، جمهور مثقف. علي بن عبد الوهاب. بخلي نفسي ما علي بن عبد الوهاب، ما فيش علي بن عبد الوهاب. طيب انت شوف شوف الاسماء السبائيه القديمه هي غريبه غريبه، ما هي زي اسماءنا اليوم. معك الخيارات تقول: علي بن الصليحي، 2 كرب ايل وتر، 3 عامر بن عبد الوهاب. كرب. نعم، ونثبت على كرب، وهي فعلا إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. إيش قال؟ طيب الله يبارك فيك. هذا موجود تمام. سلم لي على اللي جنبك كمان. والله مسلم عليك جميعا، على عيني وراسي. خليهم كمان هم يحاولوا، يمكن كمان يوصلوا ويكسبوا زيك. والله إن شاء الله، إن شاء الله يحاولوا إن شاء الله. ونقول كمان ألو آخر متصل في هذه الحلقة. حلقينا شفا اليوم من كثر ما قلت ألو مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معي؟ أحمد علي بجال. من؟ أحمد علي خالد. أحمد بجال. أحمد؟ أحمد علي. أحمد أهلا وسهلا يا أحمد، من فين تكلمنا؟ الحجة حجان حمد. تمام، المهم انك تكلمنا من اليمن. اهلا وسهلا فيك يا احمد. احمد معك رقم واحد، هو السؤال الاخير المتبقي. اختاره هو ولا شو تقفل؟ ألو احمد. ألو احمد ركز معي، معك رقم 2 بس اختاره هو. يلا يلا 2-2. ألو أحمد أنت الآن سامعني؟ أيوة أسمعك. يلا، ما اسم شركة طيران اليمن الجنوبي سابقا يعني قبل الوحدة؟ لا خيارة. ما اسم شركة طيران اليمن الجنوبي سابقا قبل الوحدة، قبل ما تتحد مع ماشي الخيارات إلا تشي ضروري الخيارات لأن ما رجل عندنا شاشة ماشي عندكم إيش؟ أنا كنت شي حسب المعلومة برازك، بس مش مشكلة. يلا هاي هي الخطوط اليمنية أم اليمدة أم الحضرمية؟ هل هي الخطوط اليمنية أم اليمدة أم الحضرمية؟ نفس إيش؟ نعم. في واحد من الجمهور يقول لك نفس رقم السؤال، كم كان رقم السؤال؟ رقم السؤال 1 يقول لك خير الأمور أوسطها. يلا يشي فوزك بالغصب. شوف لما يشي يفوز رقم 2. يلا نثبت لك رقم 2 اليمدة، وهي فعلا إجابة صحيحة.
المسألة حتى الواحد مش عارف إجابة. ألف مبروك عليك، ربحت 50,000 ريال. المسألة حتى لو الواحد مش عارف إجابة يعني بالتلميحات حقنا على طول يعرف المفروض. بس ركزوا ركزوا وانتوا تتصلوا. يلا طيب نروح فاصل قصير ونرجع. آخر جولة مع الطلاب في الاستوديو، مستعدين؟ يلا نشوف، شوف القرعة. اثنين، من اللي يقول خمسة؟ لا مصرين عليك، مصرين عليك ثلاث مرات اختاروك. تسعة، يلا بسرعة بسرعة مش معنا وقت. يلا أهلا وسهلا فيكم. حياكم الله. تعرف عليك؟ حامد الماخذي. إيش رأيك قبل ما تعرف عليك يا حامد أقول من اللي قال الحمد لله أنه ما طلعش؟ من اللي ما كانش الشيء يطلع؟ أنت؟ إن شاء الله المرة الثانية نجيبك وتطلع كمان أول واحد. أيوة حامد سامحني. حامد الماخذي أدرس حاليا ماجستير دراسات إسلامية. ما شاء الله موفق إن شاء الله. إن شاء الله. حامد و محمد أمين الدويس مالي محافظة تعز، أدرس هنا هندسة برمجيات جامعة دايدن. ما شاء الله موفق إن شاء الله. سنة كم؟ سنة أولى. إذا محمد وحامد، حامد ومحمد، تمام؟ بدأ الأسئلة. مثل يمني يقول من طلب الجن ركضوا. ركضوا إجابة صحيحة. ما هو صوت الحصان؟ صهيل. صهيل. في أي محافظة يقع جبل مراد؟ مأرب. إجابة صحيحة. ماذا يعني اللون الأسود في العلم اليمني؟ يعني رمز للظلام والرجعية والكهنوت. الظلم والرجعية فعلا إجابة صحيحة. السؤال الحاسم بينكم هذا السؤال. جسر حجري معلق بين جبلين في محافظة جسر شهارة. إجابة صحيحة في محافظة عمران. إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك، ربحت 100 دولار. كل واحد أشطر من الثاني، معوض إن شاء الله يا محمد، ما شاء الله عليهم، ألف مبروك عليك. طيب الآن معنا قرعة الفيسبوك لفائز اليوم في هذه الحلقة لسؤال أين تقع محمية حوف؟ هل في المهرة؟ هل في إب؟ هل في الحديدة؟ شوف الفائز، تتعازموا؟ هو اللي فاز وانت تخليه يعزمك بالغصب؟ أنا هنا بس أسمعكم. يلا نروح القرعة يا شباب. عادل الحريبي، عادل ألف مبروك عليك، ربحت معنا في سؤال الفيسبوك لهذه الحلقة، الحلقة السابعة. انتهت هذه الحلقة، لكن كمان معاكم فرصة تشاركوا في سؤال الانستغرام اللي بينزل بعد شوية، وكمان بعد ما تنزل الحلقة على اليوتيوب أيضا السؤال بيكون تحت. تابعوا الحلقة وكمان جاوبوا على السؤال وادخلوا في السحب على 50,000 ريال. ألف مبروك للفائزين في هذه الحلقة، وهذا كل ما لدينا لهذه الليلة. ألقاكم يوم غد، اللقاء.